اللي ما جربتش هاد الطريقه عمرها تقول درت البيتزا. ميني بيتزا او بيتزات فرديين بلا كاس ولا تسرح ولا تقطع، سهله وسريعه بعجينه فريده من نوعها، جد اقتصاديه مع صلصة لا مثيل لها. جربيها وردي عليا الخبر. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكالعادة ما تنسوناش من لي لايك للتشجيع فقط، والبارتاج باش تعم الفائدة على الجميع. ولي لايك راكم كتنساوهم وكيتسبب لينا واحد الإحباط كبير كبير باش نبقاو في الاستمرار. ومرحبا بالمشتركين الجدد. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير في نفس الوقت وطريقة التحضير. نبداو بركة الله نقولوا بسم الله. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا، كنحتاج هنا واحد الاناء فول ولا قصريه ولا طبسيل اللي غادي نجمع فيه العجين ديالي. عندي هنايا 3 ديال الكؤوس مملوئين جيدا من الدقيق، اي ما يعادل 350 غرام ديال الدقيق. 350 غرام، 3 ديال الكيسان ديال المنعبر ديال العنبه ديال الدقيق الفرص الرطب. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، وعندي نص معلقه ديال السكر، وعندي نص معلقه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. هادو هما المكونات اللي كنحتاج بالاضافه للحليب الدافئ او الماء الدافئ. اللي ما توفرش عنده الحليب ممكن يدير واحد جوج معالق ديال الياغورت مسوس، او يدير جوج معالق ديال الحليب بودره، لكم الاختيار. يعني الا ما كايناش هادي غديري هادي، ما غتعكزيش على هاد الوصفه نهائيا، سهله وسريعه. عندي هنا تقريبا واحد كاس ونص من السائل، سواء كان حليب او كان الماء، يكون غير دافي واحد شويه، ما يكونش سخون باش ميهرسش لينا الخميره. كنحاول نعجن كيف ما كتشوفوا معايا، غير كنلم هاد العجينه، كنبقى نضيف داك الحليب بشويه بشويه حتى كنجمع العجين ديالي وكنحصل على هاد القوام. ما يكونش خفيف تيتلصقش، وما يكونش يعني قاصح جا مع راسو. كنحيدو من داك البول، وكنحاول غير نديوه نجيبو من با واحد حتى جوج ثواني ولا ثلاثه ثواني فوق سطح العمل باش كتجمع لي العجينه مزيان، لانني جمعته غير في البول. نتوما الا درتوه في القصريه ولا في الاناء راه غيتجمع لكم يعني بكل سهوله. كنغطي عليها بواحد البلاستيكه، ونضيف عليها واحد الفيطه او واحد التسريبيته، ونوضعها جانبا هاد العجين. اللحظه اللي كنوضعها جانبا كنمشي نحضر الصلصه ديالي الرائعه جدا، وهذه كنهديها لكل معكازه يعني اللي ما كتعكز على الصلصه ديال البيتزا. سهله سهله جدا وسريعه وجد اقتصاديه، والاهم من ذلك كتجي جديده وخطيره صدقيني سيداتي. عندي 3 ديال الحبات ديال المطيشه متوسطين الحجم، الا كانوا كبار ديري غير زوج. هاد الكميه اللي كنعطيكم ديال الدقيق او ديال الصلصه ديال الطماطم بالمعيار والعبار والقياس ديال 10 ديال الحبات فرديين ديال البيتزا. كنصفيها من الماء ديالها، ضروري نصفيها من الماء، وداك الماء ما غاديش نرميه، كنخليه حتى نصفيه من الزريعه ديالو. كنضيف له واحد معلقه ديال النشا، وكندهنوا على وجهي يعني حديث ومغزل، كنقضيو شغلنا وكنديوها في راسنا في نفس الوقت. كنجيب الحكاكه وكنحك داك 3 ديال الحبات ديال الطماطم، كنحكهم مزيان مزيان حتى كنحصل على واحد صلصه ديال الطماطم ناشفه ما فيها لا ماء لا زريعه. كندير ليها واحد شويه ديال زيت الزيتون او زيت المائده، شويه ديال السكر، شويه ديال الملح، وشويه ديال الابزار، ما كندير لا تحميره ولا خرقوم. كندير واحد شويه ديال الزعتر للتنسيم الا كان عندكم. كنوضعها على النار اللي تكون مهيله وما نغطيش عليها، وياكم تغطيو عليها باش كتنشف دغيا. تقريبا واحد قل من 5 ديال الدقائق كتكون الصلصه ديالنا واجده. في هذه الاثناء ديالي كنوجد الصلصه وكطيب ليا وكنوضعها جانبا، كتكون العجين ديالي اختمرات يعني وضعف الحجم ديالها. صافي بركه عليها، يعني ما كنضيعش الوقت. ميم با ما كان عجنه كنديرها ترتاح، كنوجد صلصه كنطفي عليها، كنمشي للعجينه ديالي كنلقاها ارتاحت وضعف الحجم ديالها. كيف ما كتشاهدوا معايا غادي نقسمها ل 10 ديال الحصص. في الاول انا بديت كنقسم دوائر، يعني بحال كنشكل المسمنه، الكويرات ديال المسمن او الرغيف، عينيا شويه مزاقلين ويدي شويه مزاقلين، عمري ما جبت العبار هو هذاك. نقصتهم شفت غير 8، عاود نقص من الاخرين باش نشكل 10. في الطاوه هنايا كيف ما كتشاهدوا معايا درت 8، وطاوه اخرى صغيره درت فيها زوج، يعني خصني نبعد واحد شويه بيناتهم باش ما يضاعش ليا الحجم ديالهم ويتلاصقوا. كيف ما كتشوفوا بلا كاس بلا مدلك بلا قطاعه، كنشكلهم على شكل رغيفات وكنوضعهم في الطاوله اللي كنفرش ليها بابي كويسو. راه ماشي ضروري بابي كويسو، انا كنديرو غير لان الطاوات كمرتهم كحالت ولا التصوير، ما تنبغيش نحطهم يعني العجين في الطاوه ديريكت. ممكن ندهنوا غير الطاوه بشويه ديال الزيت
وتقديو صوالحكم. انا كنفرش بابي كويسون كيف ما كتشاهدوا معايا، كندهن الاصبع ديالي ضروري بالزيت، كندهن بالزيت مزيان مزيان غير زيت المائده، وكنبقى نشكل. اللي راك شفتوا الصوره راها واضحه احسن من اللي كنشرح انايا. كنشكل هكا دوائر غير بالاصابع ديالي، حتى كنشكل دوائر على الحجم اللي بغيت ديال الحجم ديال الميني بيتزا ديالنا. وهذه هي الصلصه ديالنا اللي ناشفه ما فيها ولا قطره من الماء، كتجي لذيذه ورائعه جدا وكتوجد في رمشه عين. بالنسبه للمكونات الاخرى اللي غنزيدها في البيتزا كيبقاو اختيارين، ممكن ديروا غير صلصه ديال الطماطم وفخوماج، كتجي لذيذه ورائعه خطيره جدا. عندي هنا انا واحد العلبه ديال التونه بالزيت اللي كنصفيها من الزيت وكندير غير شويه شويه شويه، وعندي هنا الزيتون الاسود اللي ما كيخطاش اي نوع ديال البيتزا وكيف ما كانت، وانتم لكم الاختيار. كندير واحد شويه ديال الزيتون الاسود، شويه ديال الطون وصلصه ديال الطماطم، ممكن تزيدوا الفلافل، ممكن ديروا البصل، ممكن ديروا الكفته او الدجاج اللي متوفر عندكم، ولا الطون ولا ما ديروهش كاع، كتجي لذيذه لذيذه وخطيره بزاف. عندي هنا الفخوماج بطبيعة الحال المكون الرئيسي واللي ما يخطاش حتى شي بيتزا، سواء ميني بيتزا او بيتزا الكبيره. كندير هنايا شويه ديال الفخوماج ديال الموتزاريلا مبشور على فوق كل وحده، وكندير الفرن ديالي سخن مزيان مزيان. شي لحظه اللي كنت كندقق فيها على العجين درت الفرن ديالي سخن على 180 درجه. اهم في هذه الوصفه وهي الفران يكون سخناه من قبل بواحد ربع ساعه مسخون مزيان. كنوضع اللاطه ديالي في الفرن كنخليها تقريبا 8 ديال الدقائق، 8 ديال الدقائق، وكنهبطها لتحت 2 دقائق وكنخرجها. وها هي الميني بيتزا ديالنا حاضره ناضره، واجده كتجي من اروع ما يكون. ونزيد نقولها ونعاودها، يعني هاد البيتزا هادي السر ديالها الخطير ما كيهمش في العجين. العجين جيبي لي عجينه البطبوط، جيبي لي عجينه المسمن، جيبي لي عجينه الخبز، نصيب لك تماما بحال هاد البيتزا. السر كاين في الفران، ايه خصك تجهدي على الفران يكون حامي حامي مزيان، ومنين دخل ليها العجين ما نقش منه، نخليه كيف فما هو محافظ على الحراره ديالو. ومنين نبغي نطلق او نبسط هاد الكويرات ديالي نبسطهم بشويه الزيت، يكون في يديا، يعني تكون يديا عام صباعي عامرين مزيان بالزيت ونبسطهم. كيف ما كتشاهدوا معايا نتمنى نكون فدتكم بجميع النصائح ديال هاد ميني بيتزا، كتجي رائعه جدا. شوفوا العجين ديالها خطير، سمن كرواسة مالحه معمره، يعني شي حاجه اكثر من الخيال في المذاق، رائعه جدا. وليداتي يحماقوا عليها، نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعليق. واللي ما جرباتش هاد الطريقه عمرها تقول درت البيتزا، ايه ميني بيتزا خطيره رائعه جدا. وكالعاده كيف ما كنقول لكم ما تنسى من لي لايك لي التشجيع فقط بالبارطاج باش تعم فائده للجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش يتوصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه سوريه. كنتمنى لكم فرجه ممتعه ووصفات مقبله ان شاء الله، غير ما تسببوش لينا ارجوكم الاحباط، ودعمونا بلي لايك ثم لي لايك وبالبارطاج باش نزيد نعطي احسن ما عندي. والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.